السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دورتموند ضد فريق اي سي ميلان بطولة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات للجولة الثانية. سوف نتعرف على تقييمه وإحصائيته في لقاء اليوم. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلوكاكو جديد ولنبدأ على كلاب التفاصيل أكثر. رامي شارك أساسي في فريقه الجلد الأصفر بوروسيا دورتموند تحت قيادة مدربه وضد مباراة صعبة ضد نادي ميلان العريق الكبير على مستوى الكرة الإيطالية. بن سبعيني إحصائيته كالآتي: تحصل على تقييم 8.3 كأعلى تقييم في فريق بروسيا دورتموند وكأفضل تقييم في المباراة. إحصائيات على مستوى خط الدفاع: ارتكب خطأ وحيد، التدخلات ناجحة بنسبة 66%، فيما سدد تسديدتين، واحدة كانت مؤطرة تصدى للحارس وواحدة كانت خارج المرمى. صنع فرصتين، نسبة التمرير وصل إلى 83%، نسبة التمرير الطويل وصل إلى 25%، العرضية بنسبة 5%، ولمس الكرة 99 مرة، وحصل على 5 أخطاء في لقاء اليوم. للأمانة أداؤه كان رائع في لقاء اليوم، قدم مرض جيد، واحد من أفضل مباريات رامي بن سبعين مع فريق بوروسيا دورتموند. أداء على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي كان ممتاز. مباراة متكاملة لرامي بن سبعيني، ظهر بصورة رائعة وصورة جيدة في لقاء اليوم في مباراة كانت صعبة. على الرغم أن المباراة تلعب في ملعب بوروسيا دورتموند، لكن بوروسيا دورتموند يواجه فريق كبير وفريق عريق على مستوى هذه البطولة، لهذا وجد صعوبة في الوصول إلى مرمى إي سي ميلان. على العموم الأهم هو أن رامي بن سبعيني ظهر بصورة رائعة وكما قلت أفضل تقييم في المباراة وكأفضل تقييم في فريقه بوروسيا دورتموند. هذا هو كل شيء من لدينا وإلى اللقاء.